احنا منخرطين مشاكون من هاد الوداديه اللي من 2016 وعاطين فلوسنا ومازال داكشي ما كاملش، وعندنا مع المكتب شكايات ودخلنا للمحكمه وعندنا بزاف ديال القصاص، ولا عندنا قصاص وخصنا نديروا على هاد القيبه فيلم لهاد الوداديه، حيت الفيلم ديالها ما كيساليش. دابا حنا كنتواجدوا هنا، دابا دخلنا عليكم بالله المشاهدين، واش هاد المشروع قال خرجات الخبره بالله راه 99%، واش هاد المشروع ديال 99%؟ حتى حاجه ما كامله. اشنو 99%؟ انا ما فهمتش، انا كيفاش الخبير اعطى للمحكمه بالله المشروع فيه 99%، والاشغال هنا مازال باقا. راك شتي الى دو الى شتي لابيسين تما، الباركينغ ما كاملش، تقدر تدور لسال دو سبور هنا كاينه هنا، وكاين مازال ما كامله حتى حاجه هنا، باقي الخلا والخلا وما خلا. وحنا تنطالبوا في الشقق ديالنا في اسرع وقت، حيت هذا الشيء راه عطل بزاف، وبغينا القضاء ينصفنا. هذا المشروع باقي في خاصه 35 حتى 40% باقي. كما كتشوفوا الشقات، هذه الشقه تاعي ها انتم كتشوفوا فيها، ما كاينش فيها البلاتفورم، ما كاينش فيها الكوزينه، هذا ما كاينش سومي فيني، ما كاينش لي تيغاس، ما كاينش الباب، وتيقول لي راه الشقه تاعك كامله 99%. انا بغيت العداله تجي تشوف وتجي تعاين المكان اللي انا فيه دابا، واش كاينه 99% ولا ما كايناش. انا كنعطيكم الواقع هنا، انا كنعطيكم الورش اللي باقي في هذا المشروع. هذا المشروع راه باقي خاصو كما قلت لكم 35 حتى 40%. هادو احتالوا علينا حنا نهار الاول، اللي قالوا لنا بانه بروموتور وبان هنا غادي يكون واحد المشروع اللي ناجح، وغادي يكون حدا اكوا بارك، وغادي وحدا الحرس الملكي، غادي يكون بين الحرس الملكي وبين الوداديه تاعتنا اكوا بارك، وبان واحد المشروع ناجح، وباننا راه ما غندموش عليه وما غادي ندموش على فلوسنا. توكلنا على الله وعطيناهم، حاسب عليا 5800 المترو، انا مكمله لي 49 مليون، والعقد اللي مدايره معاه 68 مترو. هل يعقل انني كملت 49 مليون وبقى البرطمه تاعتي ورش ما فيهاش سومي فيني؟ انا كنطالب من العداله، كنطالب بالمصالح اللي كاينه في البلاد، كنطالب بصاحب الجلاله، كنطالب بسل حموشي. رحنا كاين اختلاسات في الاموال تاعنا، هاد الاموال اللي حنا عايناها واللي حنا درسناها واللي ما يمكنش لينا نديروا فيها واحد النقطه ولا نزيدوا فيها واحد الفصيله. هاد المعاينة عيناها بيدينا وعينوها خبراء معنا. شوف الحالة اللي المهاجرين الأجانب والناس اللي من الجالية اللي حاطين فلوسهم وباقين كيتسناو 7 سنين، وحنا كنتسناو 7 سنين، وهاد الناس هما يرمضوا لنا في عينينا 7 سنين، وحنا كنتكالماو. ولكن اليوم حان الوقت اللي نعبروا على الغضب تاعنا، وخصوصا اننا ما كناش كنتوقعوا من المحكمه بعد ما دزنا الدرك الملكي ودزنا النيابه العامه ودزنا لعند الوكيل وكل شيء، سينا على الاختلاسات اللي حطينا، واليوم كنتفاجئوا بهذه النقطه اللي كيقول الوكيل بانهم عطاهم 5 اشهر. هاد 5 شهور واحد سرق دجاجة وعطوه 5 سنين، وواحد ضرب 4 مليار ويعطوه 5 شهور. فين كاينه هادي؟ هادي ما كايناش في العالم كله.